خليجي وبالنسبة حسب بالنسبة للملف السوري تقييمك. مرة أخرى سيد نعيمي، بالنسبة للعلاقة التشارقية أو وثيقة استراتيجية للتعاون بين روسيا وإيران، هل سيغير شيء بالنسبة للملف السوري؟ هل سيكون هناك مرحلة جديدة بأن تتدخل روسيا وتمنع الضربات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا؟ لا أعتقد بأن روسيا ستتدخل بشكل أو بآخر لحماية الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري، إذا ما أخذنا من الاعتبار أن القوات أو الميليشيات المتواجدة في الداخل الجغرافيا السورية هي أتت عبر يعني عبر ما يسمى الميليشيات وليس عبر قوة عسكرية كما يحصل اليوم في روسيا. لذلك لا نشاهد أيضا بالمقابل استهداف القطع العسكرية الروسية، وهنا أتحدث بوجه التحديد المسجلة الموجودة في قاعدة ميميم أو غيرها، لكن هنالك استهدافات للميليشيات المرتبطة بروسيا، وروسيا هنالك ميليشيا فاغنر تم استهدافها من قبل قوات التحالف الدولي أكثر من مرة. السبب الرئيسي أن تلك القوى هي خارج عن القانون، ولذلك يتم التعامل معها وفق تلك يعني تلك التحركات او المتغيرات التي تجري، وبنفس التوقيت هذه القوات او هذه الميليشيات المنتشره لا تلتزم بادنى معايير الاتفاقيات، لذلك يتم استهدافها على مدار يعني على مدار ال 12 عاما حتى هذه اللحظه. تفضل أسلم. ختاما معك سيد النعيمي، اذا مع هذه القراءه الان للعلاقه التشاركيه بين ايران وروسيا، كيف يمكن اليوم أن نتحدث عن ملامح التعاون؟ يعني بالنسبة للوثيقة النهائية التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالنسبة للعلاقة التشاركية في عدة ملفات بارزة، أين يمكن أن نقول بأن إيران وروسيا سيكونان بالفعل لديهم موقف واحد ويعني موحد ضد طرف ما أو تشاركات ما في هذه الملفات، أم بالنسبة للملفات الأخرى ستبقى عالقة؟ بالنسبة كما ذكرنا الملف السوري سيبقى هناك خلاف حول الملف السوري، يعني أين يمكن سيكون هناك تعاون في ملفات محددة وخلاف ما يعني جزئي ربما بين البلدين بالنسبة للمرحلة المقبلة للتعاون؟ نعم، التعاون سيبقى بخصوص تواجد التواجد الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري، لكن يقابل ذلك التواجد هنالك سياسة بالنسبة للجانب التحالف الدولي وكذلك أيضا الجانب الإسرائيلي، وهي سياسة جز العشب، وستستمر تلك السياسة حتى إشعار آخر، يعني حتى يعني إيجاد الحل الجذري بالنسبة للملف السوري. لذلك أعتقد بأن مسار التصعيد تجاه تلك الأذرع الإيرانية سيستمر، ويقابل ذلك أيضا هنالك تمدد سواء كان من خلال السيطرة على مقدرات سوريا كدولة من خلال المقدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكذلك أيضا ما تقوم به إيران من استخدام سياسة الناعمة في عملية التغيير الديمغرافي، وكذلك أيضا تجيش المذهب الذي تقوم به على مدار تلك السنوات. أعتقد بأن بالنتيجة النهائية أو المحصلة النهائية سيكون هناك تداعيات كبيرة للوجود الإيراني، بينما الوجود الروسي أعتقد بأن هنالك من الممكن أن يكون هناك يعني وسائل للتفاهم مع الجانب الروسي بخصوص التعاون مع الدول التي تقوم على إدارة الملفات أو الأزمات في المنطقة العربية بشكل عام، وكذلك أيضا في المنطقة يعني في الأزمات الإقليمية والدولية بخصوص الملف الروسي الأوكراني، كذلك أيضا بعض الملفات العالقة الأخرى.